الرمال والحمير هي الوسيلة الأبرز للنقل والترحال إلى مئات القرى والتجمعات السكانية. في وصاب لا وجود يذكر لاستثمارات الدولة في مجال شق الطرقات الفرعية ولا صيانة للموجود منها منذ سبعينيات القرن الماضي. التفاصيل في التقرير. عندما تغيب الدولة طريق تشق بأيدي الرجال، دليل لمعاناة الإنسان في وصاب. عزل الصلول والسنة والثلوث، دليل آخر لمعاناة مئات القرى التي لم تصل إليها ما تسمى جوازا بالطرق الفرعية، فلا تزال الحمير وسيلة للنقل إلى هذه القرية وتلك، وفي مسالكها مشقة للحيوان والإنسان معا، فيما المؤشرات تنذر بتمرد مثل هكذا ناقل للإنسان ومتاعه إلى مثل هكذا تضاريس، وبذلك قد تضاف مشقة أخرى إلى سكان وصاب ومعاناتهم اللامتناهية. عموما يدرسون المشاريع يعني كأنهم أصحاب صاحب محل بسيط، بقالة يعني، أي أحد ممكن يتقدم لهم بطلب للمشروع وبحسب وجاهته ينزلوا لدراسة المشروع الدراسة البسيطة، وتنزل المشروع للتنفيذ باعتماد بسيط وضئيل، وأنفقت المليارات واصبح المسؤول عن البقاله او يعني عن الوزاره يعني ساعة الذي ضيع دين وبدا يتعثر هو. المواطنون في وصاب حياتهم تراجيديا مؤلمه كلها مشقه في مختلف المجالات جراء قدرهم العيش في مثل هكذا قرى وصعوبه مسالكها. فواقع ما تبدو طرقا فرعية معلقة في الهواء والمنحدرات مآسيها لا تحصى، وضحاياها سنويا عشرات الأنفس على السيارة المتحيدة من شواهق الطرقات المعانقة للسماء، فيما حقيقة البرامج الاستثمارية للدولة في مجال الطرقات الرئيسية والفرعية مسرحية هزلية مؤسفة بامتياز. فمنذ عام 2004 وإلى اليوم ومشاريع الطرقات الفرعية في وصاب لم ترى النور، فترحل سنويا من برنامج استثماري إلى آخر. بدأنا النزول الميداني والرفع الأعمال الميدانية ومن ثم التصاميم في المكاتب الهندسية المختلفة، ولكن مع الأسف إلى اليوم لم يبدأ التنفيذ، ولا ندري ما سبب عدم البدء بالتنفيذ برغم أن المشاريع كلها معتمدة في الموازنة منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا لم يبدأ التنفيذ فيها، برغم أن الموازنة موجودة. صحيح أن الموازنة ربما قد يتعذروا الأخوان في وزارة الأشغال أن المبالغ المعتمدة للمشاريع تكون ضئيلة، ولكن هذا ليس حجة، لأن الآن من عام 2003 وهي معتمدة سنة بسنة وراء سنة وإلى الآن لم تنفذ، لا عذر لهم في هذا. غياب رؤية الدولة لحقيقة الاستثمار التنموي في تضاريس وصاب وعزوف المقاولين عن الشق في مثل هكذا مقاطع صخرية مشهد يتكرر، أفضى بوصاب إلى عزلة اجتماعية وتنموية تامة. في حال إن شاء الله استقرار الأسعار والموافقة عليها من الهيئة للرقابة على المناقصات، نعدكم أن تنزل نزول المقاولين ونحن بوتيرة عالية لحل جميع المشاكل. الموضوع الثاني بالنسبة للمقاولين المتعثرين والذي لا جدوى منهم، نعدكم بأنه سيتم حصر وتصفية هذه المشاريع وإنزالها في مناقصة عامة، ويعني يكفي إلى هنا ما حصل من تعثر في المشاريع. الطرق الفرعية في وصاب ستظل علقة ووعودا في رحم الغيب، فيما جهود الدولة فيها شيئا لم يذكر، لتصبح الحياة في طرق وصاب عنوانا للمعاناة والمشقة وقبلة حاضنة للاختلالات الأمنية والاستياء والتمرد على الدوام. عبد الله محمد الكبودي لبرنامج صدى الأسبوع. تعاني إحدى الأسر الفقيرة في محافظة شبوة